حيث استفسارات أهالي الأسرة حول بأنه أكثر من العام وأهالي الأسرة محرومين من زيارة أبنائهم، فما هو السبب وكيف تجري متابعة هذا الموضوع من قبل الجهات المختصة، هيئة شؤون الأسرة والمحررين، الصليب الأحمر، نادي الأسير وكل من له صلة في هذا الشأن؟ مباشرة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرة والمحررين السيد حسن عبد ربه، أسعد الله صباحك بكل الخير. يسعد صباحكم والحرية والكرامة لأصلنا، أهلا بكم. يسعد صباحك. يعني أستاذ حسن، نتحدث عن استفسارات الأهالي خاصة وفي ظل بداية أزمة الكورونا، نحن نعلم أنه تم إيقاف الزيارات من قبل الأهالي لأبنائهم، ومن ثم اشترط للزيارة بأن يكون أهالي الأسرة حاصلين على المطاعيم، وبالفعل تم تطعيم الأهالي كأولوية أولى أهالي الأسرة، لكن رغم ذلك حتى هذه اللحظة لم يتمكنوا من زيارة أبنائهم على مدار أكثر من عام. يعني من خلال اتصالاتكم واستفساراتكم ووقوفكم عند هذه القضية، ما الذي فعليا يحدث؟ يعني بالتأكيد قضية الزيارات العائلية هي حق لذوي الأسرة مكفول باتفاقيات جنيف وبكل القانون الإنساني الدولي وكل القوانين ذات العلاقة بالسجناء والمعتقلين والأسرى على مستوى العالم. الاحتلال الإسرائيلي وتحت ذريعة جائحة كورونا، بدلا من أن يعمد إلى تسهيل الأمور على ذوي الأسرى وعلى الأسرى، لجأ إلى وقف الزيارات العائلية منذ آذار من العام الماضي، الأمر الذي فاقم من المعاناة الإنسانية والاجتماعية والنفسية لذوي الأسرى والأسرى أنفسهم. كان هناك العديد من المحاولات لإيجاد وسيلة للتواصل من خلال الاتصال الهاتفي، ولكن حتى هذه القضية بالرغم من وجود قرارات من محاكم الاحتلال ردا على مطالبات من المؤسسات الحقوقية والقانونية، إلا أنهم لم يلتزموا بذلك بشكل كامل على الإطلاق، مما أبقى على انعدام وسيلة التواصل بشكل رسمي ما بين الأسير وذويه. كان هناك تدخلات وجهود تبذل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أهمية أن يكون هناك زيارات عائلية خاصة، وأنها لا تؤثر على قضية كورونا بشكل أو بآخر، لأنه لا يوجد تماس أو احتكاك مباشر ما بين الأسير وذويه، وخاصة في أعقاب أن الأسرى أيضا قد تم تقديم اللقاحات والتطعيم لهم في داخل السجون، واشترطت في أعقاب ذلك السلطات مصلحة السجون الإسرائيلية بأن يكون ذوي الأسرى أنفسهم قد حصلوا على هذا اللقاح في ظل توفره لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. نحن بدورنا في هيئة شؤون الأسرى والمحررين وبالتكامل والتعاون التام مع وزارة الصحة الفلسطينية عمدنا إلى توفير هذا اللقاح، وتم بالفعل منحه لمئات لآلاف الأسر من ذوي الأسرى والمعتقلين داخل السجون في مختلف محافظات الوطن بهدف تسهيل عملية الزيارات. ولكن مع الأسف الشديد حتى الآن اللجنة الدولية كجهة اختصاص هي التي تقوم لإصدار التصريح اللازمة، وهي التي تقوم بتنسيق مواعيد الزيارات وفق جداول زمنية لكل محافظة ولكل سجن بشكل كامل وتعلن عن ذلك بشكل شهري، إلا أنها حتى اليوم لم تتمكن من الوصول إلى إعلان واضح حول هذه القضايا. حتى ذوي الأسرى المقدسيون أيضا بسبب التطورات الأخيرة في منطقة القدس وفي الأراضي الفلسطينية وفي عدوان على غزة تم تأجيل العديد من الزيارات وتغيير المواعيد المتعلقة بذلك. وهنا لابد من الإشارة بأن زيارة ذوي الأسرى المقدسيين مختلفة تختلف نعم إلى حد ما عن بقية الأسرى في الضفة الغربية. يعني أتحدث عن الأسرى ذوي الأسرى المقدسيين بأنهم لا يحتاجون بالعادة إلى تنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حيث الذهاب إلى الزيارة، لا يحتاجون إلى استصدار التصريح اللازم، وكل ما هنالك أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحصل على جدول مواعيد الزيارات و
ضمن برنامج خاص لذلك بمنطقة القدس وبأسماء السجون ومواعيدها، وأيضا على تكلفتهم الخاصة أو حسابهم الخاص. نعم. سيد حسن صحيح؟ يتوجهون بمركباتهم وسياراتهم الخاصة وعلى نفقاتهم الخاصة. قليل جدا من هؤلاء ممن يذهبون إلى الزيارة من خلال حافلات الصليب الأحمر الدولي، لأنهم بكل وضوح لسوا بحاجة إلى الحصول على التصريح من إدارة مصلحة السجون أو من الصليب الأحمر الدولي. تتم زيارتهم فقط من خلال تحديد مواعيد لهذه الزيارة. وأيضا ذوي الأسر المقدسيون كلهم قد حصلوا على تطعيم اللقاح ضد فيروس كورونا، وبالتالي لا يوجد أي إشكالية سوى بعض التغييرات التي قد تطرأ بين الأخرى. يعني سيد حسن، بناء على سرد هذه التفاصيل يبدو أن لا مشكلة من ربما القيام بالتعليمات التي صدرت والتزام أهالي الأسرى بها، وأيضا هيئة شؤون الأسرى متابعة لتلقي الأهالي المطاعيم وما إلى ذلك من الإرشادات الأخرى. لكن هنا يعني كيف يبدو التواصل والاتصال ما بين هيئة شؤون الأسرى والصليب الأحمر مثلا كي يكون هنالك ضغط على ما تسمى بإدارة سجون الاحتلال من أجل السماح للأهالي بزيارة أبنائهم؟ نعم، يعني التواصل ما بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين على أعلى المستويات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الخصوص، خاصة بعد أن تم توفير التطعيم الخاص بلقاح فيروس كورونا، وبعد أن تم تقديم هذا التطعيم لجزء كبير جداً من ذوي الأسرى والمعتقلين في مختلف محافظات الوطن، وبالتالي لم يعد هناك ذريعة أو حجة أو مبررا للاستمرار في وقف الزيارات العائلية وعدم انتظامها وعدم تسيرها. نحن نأمل أن يكون خلال المرحلة القادمة أو خلال الشهر القادم أن يكون هناك تنظيم لهذه الزيارة إذا ما نجح الصليب الأحمر بالحصول على جدول زمني وتنسيق ذلك بشكل كامل مع إدارة مصلحة السجون، والإعلان عن برنامج الزيارات العائلية لذوي الأسرى في الضفة الغربية، علما بأن أيضا هناك الأسرى من أبناء شعبنا من قطاع غزة الحبيب أيضا هم محرومون من هذه الزيارات بشكل كبير جدا، وظل الحصار المستمر منذ سنوات طويلة على قطاع غزة. نعم، وبالتأكيد نحن سنتابع كل هذه المجريات، ولربما أيضا لابد من تكثيف المطالبات من قبل أهالي الأسرى لتكون هذه الأصوات جميعها ضاغطة على الاستجابة السريعة للسماح لهم بزيارة أسرنا في سجون الاحتلال. أشكرك جزيل الشكر السيد حسن عبد ربو الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شكرا جزيلا لك، ونواصل مع حضراتكم في هذه اللحظات على الموجة 94.4 بالعشرة. أيضا